حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، قوة التسبيح ماذا تفعل؟ الحقيقة هناك أمر عظيم جدا ونعمة أنعم الله بها علينا وأكرمنا بها، وهي نعمة أن نقول سبحان الله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل أن تطلع الشمس يجب ألا تنسى التسبيح، على الأقل قل سبحان الله ولو مرة واحدة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل أن تغرب. لماذا هذين الوقتين بالذات أيها الأحبة؟ الحقيقة عبدة النار وعبدة الكواكب وعبدة الشمس لديهم توقيت للعبادة، يسجدون للشمس قبل أن لحظة الشروق ولحظة الغروب. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ننزهه عن الشرك وننزهه عن الكفر وعن أن يشرك معه غيره في العبادة، فنقول سبحان الله أي تعالى الله وتنزه الله وتقدس الله. وأنا عندما أقول سبحان الله يجب أن أفهم هذه العبارة على أنني أنزه الله عن الشرك، عن الولد، عن أن يشرك به غيره. فكلمة سبحان الله أيها الأحبة كلمة رائعة جدا، وهي كنز من كنوز الجنة. الذي يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم والليلة، 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تصوروا أيها الأحبة أن أحدنا إذا كان لديه من المعاصي والفواحش والخطايا والآثام مثل زبد البحر، يعني كميات هائلة لا يتخيلها عقل، على الرغم من ذلك سوف يحطها الله عنك، يأخذها منك ويخلصك منها إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم. يعني انظروا كم، يعني كم هذه العبادة بسيطة جدا، كم هذه العبادة نغفل عنها وهي من أبسط ما يكون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. معادلة غريبة هنا في هذه الآية في سورة طه. ما علاقة التسبيح بالرضا؟ يعني الأجر العظيم أنا سأخذه عند الله تعالى إذا سبحت الله، إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، وهي لا تستغرق أكثر من 3 أو 4 دقائق على فكرة، يعني ستحط عنك خطاياك وستذهب خطاياك وآثامك وذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. طيب كيف، ماذا يحدث إذا قلت سبحان الله وأكثرت من التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل أجزاء من الليل، لا تنسى الله عز وجل، وأطراف النهار، أطراف من النهار أيضا، يعني في 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 يعني بحيث أنك تقول سبحان الله في كل وقت آناء الليل وأطراف النهار، لعلك ترضى. إذن الله تبارك وتعالى تعهد أنه سيرضي كل من يسبحه عز وجل. لماذا أيها الأحبة؟
أنا عندما أقول تعالى الله، سبحان الله، أنزه الله، أقدس الله، الله أكبر من كل شيء، الله قادر على كل شيء، هذه كلها من معاني سبحان الله. على فكرة معاني سبحان الله لا تعد ولا تحصى أيها الأحبة. فعندما تقول سبحان الله أنت في داخلك يجب أن تتخيل أن هذا الإله العظيم قادر على أن يحل مشاكلي، قادر على أن يرزقني، قادر على أن يحميني ويحفظني من شر الآخرين، من شر الحوادث، من شر الأمراض، قادر على أن يشفيني، قادر على كل شيء، أن يغنيني. إذن أيها الأحبة، هذا الظن يجعلني أرضى بما قسم الله لي. رأيتم العلاقة كيف تتجلى أيها الأحبة؟ سبحان الله يعني الله عز وجل عظيم جدا وقادر على كل شيء. بما أن الله قادر على كل شيء، إذن قادر على أن يذهب همومي، قادر على أن يحل مشكلتي، وبالتالي هذا الاعتقاد بالله عز وجل وتكرار هذا الاعتقاد على صورة تسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سوف يجعلني أرضى بها بما قسم الله لي، أرضى بالقدر الذي قسم لي، لأنني سأستنتج أن هذا القدر بإرادة الله، وأن الله عز وجل يسمعني ويراني، ولذلك هو يعلم ما بي، هو أعلم بما بي من نفسي، أعلم بحالي من نفسي. وبالتالي إذن لماذا أحزن؟ لماذا أكتئب؟ لماذا أحمل الهموم وأنا ربما ألقاه بعد لحظة؟ ربما يكون لقاء الله بقي عليه دقائق، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذا الاعتقاد بالله عز وجل وهذا التسبيح لله يجعلني أيها الأحبة أرضى بما قسم الله لي. لذلك قال تبارك وتعالى: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وحبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام كان يسبح الله مئات المرات كل يوم، ليس مئة مرة، مئات المرات. بعد كل صلاة 33 مرة يسبح الله بعد كل صلاة. بعد كل صلاة كان يسبح ويكبر ويهلل 33 مرة، يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، 33 مرة كل ذكر من هذه الأذكار العظيمة. لذلك والله يا أحبتي، الذي يدرك قوة التسبيح ماذا يفعل في داخله؟ لا يترك هذه العبادة. كلما ضاق بك الحال قل سبحان الله، كلما نسيت قل سبحان الله، علاج للنسيان، كلما ضاق بك الرزق قل سبحان الله، والله تعالى سيرزقك ولو لم تسأله الرزق. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، هذا حديث قدسي عن الله ورد سبحانه وتعالى. الذي يشغله الذكر والتسبيح عن الطلب، يعني بدلا من أن يقول يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب اشفني، يا رب كذا، مع العلم أن كله مطلوب يعني، ولكن إنسان انشغل بالقرآن وانشغل بذكر الله بالتسبيح، يعني التسبيح عبادة راقية أيها الأحبة. دائما الذي يطلب كثيرا وينسى ذكر الله تجد أن عينه على الدنيا، غالبا ما تكون عينه على الدنيا. لذلك نجد أن الأنبياء مثل سيدنا يونس عليه السلام، وسأختم بهذا المثال، عندما ألقي في ظلمات البحر والتقمه الحوت ودخل إلى بطن الحوت، والظلام بطن الحوت مظلم،
ماذا قال أيها الأحبة؟ لم يقل يا رب أنقذني مباشرة، اذهبوا إلى سورة الأنبياء، دعاء سيدنا ذنون: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ماذا نادى؟ أن لا إله إلا أنت سبحانك، استخدم التسبيح. إذن التسبيح موجود منذ الأنبياء جميعا، ليست عبادة جديدة يعني، لا، الأنبياء كلهم كانوا يسبحون الله عز وجل ويقدسون الله ويعظمون الله وينزهون الله عن الشرك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. طيب هذا الدعاء ليس فيه استغاثة، لم يقل يا رب نجني، لم يقل يا رب أنقذني، لم يقل يا رب أخرجني من بطن الحوت، لم يقل يا رب احفظني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، توحيد وتسبيح واعتراف بالذنب. لاحظتم؟ إذن أيها الأحبة، التسبيح له قوة هائلة جدا في إنقاذك من المواقف الصعبة. واليوم نحن بالفعل بحاجة في هذا العصر حيث تعصف الفتن والمشاكل والهموم والأزمات، تعصف بنا، بحاجة أن نسبح الله تبارك وتعالى بعد كل صلاة 33 مرة، قبل طلوع الشمس، قبل الغروب، أجزاء من الليل وأجزاء من النهار، وسوف يرضيك الله سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يرضينا بلقائه وأن يجعل أجمل يوم في حياتنا يوم نلقاه وهو راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.